بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب المدخل لدراسة القرآن للشيخ العلامة محمد أبو شهبة عليه رحمة الله تعالى. وكنا وصلنا إلى المبحث السابع الذي سنتحدث فيه عن جمع القرآن وتاريخه، أو ممكن نقول تاريخ توثيق النص القرآني، أو نقدر نقول هذا المبحث يجيب عن سؤال مهم جدا. هذا السؤال هو: كيف نتأكد أن القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه ما نقرأه الآن؟ لماذا لا نفترض أنه على مدار تاريخه أو في جمعه أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة زادوا فيه أو نقصوا، أو زيد فيه ونقص مع مر السنين والدهور والقرون؟ كيف نتأكد أن القرآن النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلنا كاملا؟ لذلك العلماء بتناولوا هذا المبحث وبتحدثوا فيه عن جمع القرآن وتاريخ هذا الجمع، وكيف تم الحفاظ على القرآن العظيم منذ لحظة نزوله الأولى حتى وصل إلينا كاملا، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، يتحقق فيه وعد الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الشيخ رحمه الله: جمع القرآن يطلق تارة ويراد به حفظه وتقييده في الصدور، ويطلق تارة ويراد به كتابته في الصحف والسطور. وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني مر بأطوار ثلاثة. إذن كلمة الجمع يراد بها إما جمع في الصدور أو جمع في السطور. حديثنا الآن عن الجمع في السطور، أما الجمع في الصدور فله حديث آخر سيأتي الشيخ بعد قليل ويتحدث عنه إن شاء الله. ليه الشيخ بيميز، أو ليه علماء القرآن بيميزوا بين هذين النوعين من الجمع؟ لأن القرآن تحقق فيه هذين النوعين بالفعل، يعني القرآن بالفعل تحقق فيه الجمع في الصدور منذ لحظته الأولى، وتحقق فيه أيضا الجمع في السطور، فوثق بطرق التوثيق الممكنة في هذا العصر وإلى يومنا هذا. الجمع في السطور مر بأطوال ثلاثة: جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جمعه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: وسنتكلم عن كل جمع منها مبينين خصائصه ومميزاته والأسباب الباعثة عليه. أولا، جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن الكريم فيقرأه على صحابته على تؤدة وتمهل كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بحفظ القرآن وتلقفه، حتى بلغ من شدة عنايته به وحرصه عليه أنه كان يحرك به لسانه ويعالجه أشد المعالجة. إذن الحافظ الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وكان حريصا على حفظه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسارع جبريل في قراءته، حتى أنزل الله عز وجل عليه ما يطمئنه، لأن القرآن سيجمع في صدره فلا حاجة لأن يسابق جبريل بالقراءة. فإذا الحافظ الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وكان حريصا على ذلك، واجتمع مع هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم
الوعد الإلهي بجمعه في صدره. يقول: حتى كان يجد من ذلك شدة، يقصد بذلك استعجال حفظ القرآن خشية أن تفلت منه كلمة أو يضيع منه حرف، وما زال كذلك حتى طمأنه ربه ووعده أن يحفظه له في صدره وأن يقرئه لفظه ويفهمه معناه. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن تكفل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن، بحفظ القرآن، وتكفل أيضا ببيان القرآن له. وكان من دواعي حفظ القرآن وتثبيته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم معارضة جبريل عليه السلام إياه بالقرآن في رمضان من كل عام، حتى كان العام الذي توفي فيه الرسول فعارضه مرتين. جبريل كان ينزل ويراجع القرآن النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كل عام كان ينزل جبريل ليراجع القرآن مع رسول الله ويدارسه القرآن في كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين. وكان هذا من دواعي أيضا تثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم حسن تبليغ هذا القرآن للناس. وفهم النبي من ذلك قرب انتهاء أجله، وكان القرآن شغل النبي الشاغل في سره وعلانيته وفي حضره وسفره وفي وحدته وبين صحابته في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، لا يغيب عن قلبه ولا يألو جهدا في الائتمار بأوامره ونواهيه والاعتبار بمواعظه وقصصه والتأدب بآدابه وأخلاقه وتبليغه للناس كافة. فمن ثم كان النبي صلوات الله وسلامه عليه مرجع المسلمين في حفظ القرآن وفهمه والوقوف على أسراره ومراميه. إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حافظ القرآن الأول، كان حريصا على حفظ القرآن، ومن شدة حرصه كان يسابق جبريل، فوعده الله سبحانه وتعالى بأنه سيجمع هذا القرآن في صدره ويبينه له. ثم زاد على ذلك أن جبريل كان يعارضه ويراجعه ويدارسه القرآن في كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين. فإذا هكذا نطمئن أو يحصل في القلب اطمئنان إلى أن المبلغ الأول للقرآن قد أخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق، على الوجه الذي يليق بالقرآن. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد جعلوا القرآن في المحل الأول، يتنافسون في حفظ لفظه ويتسابقون في فهم معناه، وجعلوه مسلاتهم في فراغهم ومتعبدهم في ليلهم، حتى لقد كان يسمع لهم بقراءته دوي كدوي النحل. إذن الصحابة أيضا اشتغلوا بالقرآن حفظا وفهما ودارسة وتلاوة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد وصفهم واصف فقال: كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. رهبانا بالليل أي متعبدين بالليل، يقرؤون القرآن، يقيمون الليل بالقرآن، يكثرون من ذكر الله وقراءة القرآن. فرسانا بالنهار أي مجاهدين في سبيل الله، مدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى. وكان اعتمادهم في الحفظ على التلقي والسماع من الرسول، وما كانوا يعتمدون في حفظه على النقل من الصحف والسطور. الأمة العربية أمة دواوينها في صدورها، فلم يكن العرب يدونون شيئا، وإنما كانوا يعتمدون على حفظهم. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يحفظون من صحف، وإنما كانوا يحفظون من التلقي بالسماع، بمجرد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون بعد مرة أو بعد مرتين. المهم حسب تفاوتهم في القدرة وحسب تفاوتهم في النشاط كانوا يأخذون القرآن عن مشايخهم بطريق التلقي والسماع وليس بطريق الكتابة والقراءة. ومن خصائص هذه الأمة حفظها لكتاب ربها وهو القرآن. حفظ القرآن يا أخوانا اللي حاصل ده اللي انتوا شايفينه ده في الكتاتيب وفي الجامعات وفي الأكاديميات وفي الكليات وفي دور تحفيظ القرآن، هذه ظاهرة إنسانية فريدة لا تكاد توجد في أمة من الأمم. لن تجد أمة من الأمم يعتنى أصحابها بحفظ كتابها كالأمة الإسلامية مع كتاب ربها سبحانه وتعالى.
لن تجد أمة من الأمم يحفظ أبناءها الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب مقدس إلا الأمة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من مصاديق قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن يتحقق بأن الله عز وجل بأن جعل الله سبحانه وتعالى القلوب تهفو إلى حفظ القرآن وإلى مدارسة القرآن وإلى تلاوة القرآن وإلى تعلم القرآن، كل هذا حتى يبقى القرآن. حفظة القرآن والنائلين الإجازات القرآن في العالم في كل سنة يتجاوزون 100,000 و200,000 و300,000 كل سنة. في عندنا أعداد مهولة بتنضم لكتائب القرآن في العالم الإسلامي حتى يبقى هذا الكتاب خالدا. إذن من خصائص هذه الأمة أنها أمة حافظة، حفظها لكتاب ربها وهو القرآن. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، قلت: أي ربي، إذن يتلف رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال: إني مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. لا يغسله الماء يعني لا يمحى وإن حاول الناس محوه. فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. فقد أخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء. هنا انتهى الخبر، وأنفق ينفق عليك. ثم يعقب الشيخ أبو شهب فيقول: فقد أخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، يعني لا يغسله الماء، يعني صحيفة لا تغسل بالماء، هو موجود في مكان لا يغسل لا يمحى، بحيث إذا محي الكتاب ضاع. لأما إذا كان القرآن في الصدور فإنه إذا محيت صحف الأرض جميعا واختفت الأوراق جميعا ولم يعد هناك أوراق ولا أقلام ولا مطابع، فالقرآن باق. فالقرآن باق. لذلك احنا دائما بنقول إن الأصل في الحفاظ على القرآن أنه محفوظ في الصدور. أنا رأيت مشايخ يشكون في المكتوب في المصحف ولا يشكون في حفظهم، يقول لك الكلمة دي مكتوبة غلط، أو المصحف ده الفتحة فيه مش باينة، أو كذا إلى آخره، ولا يشك في حفظه. فإذن لماذا؟ لأن القرآن في كتاب لا يغسله الماء. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب قلبه الذي لا يغسل الماء. قال: فقد أخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه يا صحيفة تغسل بالماء، وإنما محله القلوب، كما جاء في وصف هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. أناجيلهم يعني كتابهم المقدس الذي هو القرآن، الذي هو القرآن في صدورهم، وليس المراد الإنجيل الذي يقرأه النصارى، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. حضرتك عمرك شفت قسيس أو راهب أو يهودي، سواء كان من العلماء أو من العوام، من الأحبار والرهبان أو من غيرهم، يحفظ كتابه؟ لن تجد ذلك. إذا حفظ يحفظ آيات قليلة عشان يستشهد بها في خطبه أو في دروسه أو كذا، لكن أن تجده حافظا كما يحفظ المسلمين لن تجد. فلا عجب والحال كما سمعت أن حفظ القرآن جم غفير من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود وابو هريرة وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه وغيرهم من المهاجرين، ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو زيد. ومهما يكن من شيء، فقد حفظ القرآن الكثيرون من الصحابة في عهد النبي، ولقد روي أنه قتل في يوم بئر معونة 70 من القراء. يعني إذا كان في سرية واحدة من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مات 70 من حفظة القرآن، فكم كان حفظة القرآن؟ مفيش صحابي إلا وكان يحفظ قدرا من القرآن، ثم غالبهم أو الكثير منهم كان يحفظ كل النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحفظ النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. ولكن يشكل على ما ذكرنا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4. احنا هنا بنقول ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن بلا أوراق ولا أقلام، وان عدد هؤلاء الحفظة
كان كثيرا جدا من الصحابة من المهاجرين والأنصار. طيب هذا كلام جميل، فكيف تفسر يا شيخ؟ كأن الشيخنا ايه بيستشكل او بيديك كده ايه مشكلة ويريد منك حلها. كيف تفسر يا شيخ ما رواه البخاري في صحيحه عن انس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وأبو زيد هذا اسمه قيس بن السكن كما رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح على شرط البخاري عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن. قال: وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي ومات ولم يدع عقبا ونحن ورثناه. قال ابن أبي داود: قد مات قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب علمه وكان عقبيا بدريا. إذن ليه الصحابي ده مش مشهور مع أنه كان من الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد النبي على طول، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلجأون إلى النبي. متى ظهرت أسماء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ ظهرت وتجلت لما احتاج إليهم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن لا إشكال، لأن مراد أنس الحصر الإضافي. إذن لما يقول لك إذا لم يجمع القرآن غير أربعة، هنا حصر إضافي يعني نسبي، حصر نسبي لا حقيقي مش مطلق. والحق أن لا إشكال، لأن مراد أنس الحصر الإضافي الحقيقي حتى يشكل الأمر، إذ لا يتم له الحصر الحقيقي إلا إذا كان أنس لقي كل الصحابة وسألهم واحدا واحدا حتى يتم له الاستقراء، وهذا أمر مستبعد في العادة. إذن أنس هنا هذا حديث من رواية مين؟ من رواية أنس بن مالك. فأنس بن مالك الآن يخبر عن علمه، عشان كده قال لك إيه؟ إنه أنس لم يتم له الاستقراء، هو أخبر عن علمه، فهو لم يجمع القرآن فيما أعرف، يعني كأن أنس يقول ذلك، لم يجمع القرآن في عهد فيما أعرف غير هؤلاء الأربعة، إلا إذا كان أنس لقي كل الصحابة وسألهم واحدا واحدا حتى يتم له الاستقراء، وهذا أمر مستبعد في العادة. ويدل أيضا على أن أنس لم يقصد القصد الحقيقي أنه سأله قتادة عمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، رواه البخاري. فقد ذكر في هذه الرواية أبي بن كعب، يعني لاحظوا هنا ذكر في هذه الرواية أبي بن كعب، بينما أبي لم يذكر في الرواية السابقة، أبي لم يذكر في الرواية السابقة، الرواية السابقة هي أبو الدرداء، معاذ، زيد، أبو زيد. هنا ذكر أبي بن كعب ولم يذكر أبو الدرداء، ولم يذكر أبو الدرداء. فقد ذكر في هذه الرواية أبو كعب بدل أبي الدرداء. زد على هذا ما استفاض من أن الذين حفظوا القرآن على عهد الرسول كثيرون غير هؤلاء منهم الخلفاء الأربعة. يعني فين صحيح سيدنا أبو بكر؟ ما ذكرهمش سيدنا أنس مع الأربعة. فين سيدنا عمر؟ فين سيدنا عثمان؟ فين سيدنا علي؟ فين سيدنا علي؟ إذن أنس بن مالك الآن إما أنه يقصد، مجموعة محددة مش مشهورة، أو مجموعة هذا هو عرفهم وخبرهم بنفسه، أو يقصد نوع معين من جمع القرآن. ومما لا يرتاب فيه أن الصديق رضي الله عنه كان يحفظ القرآن جميعه في حياة الرسول لكثرة ملازمته وحرصه على تلقف كل ما يصدر عنه. وفي الصحيح أنه بنى له مسجدا وهو في مكة في فناء داره، فكان يقرأ فيه القرآن على ما كان فيه من جهد وبلاء، حتى لقد خاف المشركون على نسائهم وأبنائهم أن يفتتنوا بقراءته. لأن سيدنا أبو بكر كان رجل أسيف، وكان يقرأ القرآن بالتحزين، فكان إذا صلى في بيته وجلس في بيته سمع الناس صوته فتأثروا به، وكان الناس يجتمعون ويشاهدون قراءته وتلاوته وبكاءه وخشوعه. فرجل كأبي بكر لم يعده أنس مع الأربعة. فإذا كل هذه أمارات ودلائل تدل على أن أنس لم يرد الحصر الحقيقي، وإنما أراد الحصر الإضافي.
وقد أجاب العلماء السابقون أثابهم الله على حديث أنس فمن قائل لم يجمع القرآن غير أربعة تلقينا من الرسول. يبقى لم يجمع يعني إيه؟ ده نوع معين بقى من الجمع. يعني إيه؟ يعني هؤلاء هم الذين تلقنوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فأخذوا بعضه بالتلقين وبعضه بالواسطة. ده احتمال. يبقى إذن هؤلاء الأربعة هم الذين يسر الله لهم وتلقنوا القرآن على يد الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، أما غيرهم من الصحابة فأخذوا بعضه من الرسول وبعضه من الصحابة الآخرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متفرغا للإقراء فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرئ وكان قاضي وكان فقيه وكان رئيس دولة وكان زوج وكان مجاهد في سبيل الله قائد جيوش وكان بيعقد تحالفات وكذا إلى آخره. فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مليانة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لن يجلس مع كل صحابيا ليقرئه. فإذا هؤلاء الأربعة هم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده احتمال، يعني مش معنى كده إنه مثلا واحد زي سيدنا أبو بكر ما أخذش كل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا إيه؟ ده تخريج أو ده احتمال. ومن قائل أن المراد بالجمع الكتابة، ده جمع إيه؟ مخصوص. ألم يجمع القرآن في عهد النبي إلا الأربعة، يعني الأربعة دول هم الذين كانوا يحرصون على أن يكتبوا كل آية تنزل من القرآن، بحيث كل ما نزل من القرآن تجده عند هؤلاء الأربعة. يبقى المراد بالجمع هنا مش الجمع في الصدور، وإنما المراد بالجمع الجمع في السطور. ومن قائل لم يجمعه بجميع حروفه وقراءاته غير هؤلاء الأربعة، يبقى المراد هنا الجمع إيه؟ الجمع بالحروف إلى غير ذلك من التأويلات. يبقى إذن العلماء بعدما اتفقوا على أن أنس في حديثه لم يرد الحصر الحقيقي وإنما أراد الحصر الإضافي، اختلفوا في المراد من جمع هؤلاء الأربعة. ما المراد بجمع هؤلاء الأربعة؟ اختلفوا. بعضهم قال لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة تلقينا من الرسول، بعضهم قال المراد بالجمع الكتابة، بعضهم قال لم يجمعه بجميع حروفه إلى آخر ما قلنا، أو بعضهم قال إنه أخبر أنس رضي الله عنه عن علمه لأنه لم يقم باستقراء تام، إلى آخر الأقوال التي كلها تصب في معنى واحد، وهو أن أنس رضي الله عنه أخبر عن التي تصب في معين واحد أو معنى واحد، وهو أن أنس لا يريد الحصر الحقيقي. طيب، ثم قال الشيخ والحق ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح من أن ذلك بالنسبة للخزرج دون الأوس، فلا ينافي أن الكثيرين غيرهم من المهاجرين قد حفظوه. طيب إذن ده أيضا احتمال، وهو الذي رجحه الشيخ مؤلف الكتاب رحمه الله، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر. يبقى الاحتمال دوت اللي هو رجحه، قال لك أنس الآن بيخبر عن أحوال الخزرج، لأنه أنس كان من الخزرج فهو يتحدث عن قومه. طبعا ده لا ينافي أن يكون في الأوس غيرهم أو في المهاجرين غيرهم. قال في غالب هذه الاحتمالات تكلف، غالب احتمالاتها ماذا؟ تكلف. وقد ظهر لي احتمال آخر، وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس، فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين المهاجرين، لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج، كما أخبره ابن جرير بسنده عن أنس قال افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس منا أربعة، منا أربعة من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن عامر، ومن حمته الدبر جماعة النحل أو الزنابير اللي هو عاصم بن أبي ثابت. فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكره. طيب إذن هذا احتمال أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أن أنس أخبر عن قومه أو عمن علمه من قومه، لأن الموطن كان موطن تفاخر بين الأوس والخزرج، فلا ينافي أن يكون في المهاجرين على الأقل عدد كبير قد حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنه. ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد أتم حفظه الألوف المؤلفة من الصحابة، وبحسبك أن تعلم أن من قتل من القراء في موقعة اليمامة، موقعة اليمامة دي كانت من المعارك العظيمة في تاريخ الإسلام، كانوا 700
على ما قيل وعن الصحابة حفظه الألوف المؤلفة. فإذا القراء الذين قتلوا في مقاتل الجماعة بس 700. لذلك هيجينا بعد كده يا أخوانا وإحنا نتحدث عن جمع القرآن قول سيدنا عمر. كلام سيدنا عمر لما وجد القراء يقتلون في معارك الردة ذهب إلى سيدنا أبي بكر وقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن أو بحفظة القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. إذن كثيرون من حفظة القرآن كانوا موجودين في هذا العهد، وهذا هو ما نؤكد عليه إن حفظة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته كانوا أعدادا كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم. وعن الصحابة حفظه الألوف المؤلفة من التابعين وهكذا ذواليه، تلقته طبقة عن طبقة بالحفظ والعناية والصيانة حتى وصل القرآن إلينا من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، فكان تصديقا لقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. القرآن أيضا كما حفظه الرجال حفظه النساء، لأن المرأة مكلفة كالرجل تماما، المرأة في كل التكاليف الشرعية كالرجل إلا ما استثني. فالأصل في خطاب الله عز وجل لعباده أن يكون شاملا للرجال والنساء، إلا إذا ربنا قال والله ده خاص بالرجال أو ده خاص بالنساء. فبالتالي أقبلت النساء كما أقبل الرجال تماما بتمام على حفظ القرآن. يقول الشيخ ولم يكن حفظ القرآن خاصا بالرجال، بل قد شارك فيه النساء منهن من كانت تحفظ بعضه ومنهن من كانت تحفظه كله. إذن حال النساء في حفظ القرآن كحال الرجال لا فرق، فمن الرجال أن يحفظ كله أو يحفظ بعضه والنساء كذلك. قال الإمام السيوطي ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن لم يعدها أحد ممن تكلم في ذلك. الإمام السيوطي يفتش في الكتب، وهو كالرجل يعني يحب أن يفتش في بطون الكتب، يقول عثرت على صحابية جمعت القرآن لم يذكرها أو لم يتحدث عنها أو لم يهتم بذكرها أحد ممن كتبوا في هذه المسألة. وجدها فين؟ في كتاب الطبقات لابن سعد. قال أنبأنا الفضل بن دكين حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن حارث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. اللي هي مين بقى؟ أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث، أم ورقة. وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن. ده الشاهد بقى. وكانت قد جمعت ماذا؟ القرآن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة أو يهدي لي شهادة. يعني كانت تتمنى الجهاد والخروج والمعاونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يكتب لها الشهادة. قال إن الله مهد لك شهادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأنها ستموت ماذا؟ شهيدة. وكان رسول الله أمرها أن تأم أهل دارها. يا سلام، أهل دارها يعني النساء طبعا، أمرها أن تأم أهل دارها. هنا يا أخوانا تلاحظوا عناية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتربية النساء كما يعتني تماما بتربية الرجال. تأم أهل دارها وكان لها مؤذن فضمها غلام لها وجارية كانت قد دبرتها فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه. فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة فأكرم بها من مسلمة حافظة. إلا حصل هذه المرأة كانت تأم أهل دارها وكان لها مؤذن، وكان لها ماذا؟ مؤذن يؤذن لها حتى تأم نساء بيتها. فكان لها غلام وكان لها جارية. الغلام والجارية الاثنين عايزين يتعفقوا من تحت يديها، فقتلها الغلام مع هذه الجارية، اتفقوا على قتلها فقتلها رحمها الله تعالى. وسيدنا النبي كان يسميها الشهيدة، فكأنه صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا المصير، سواء كانت تقتل في سبيل الله أو هتقتل على يدي غلامها وجاريتها.
وربما الشهادة هنا المراد بها أجر الشهادة، أو هي شهيدة بمعنى شهيدة الآخرة، إن شهيد الدنيا هو الذي يموت في المعركة. فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه، فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كانت قد دبرتهما؟ في نوع من أنواع المماليك أو العبيد يسموهم المدبر أو المدبر، سيده يقول له: اذهب ودبر نفسك. يعني أنا لا أستطيع أن أعتقك في سبيل الله، ولكن أنا هساعدك نوع مساعدة. إيه المساعدة؟ أنا مش أطلب منك أي خدمة، اذهب ودبر نفسك واصرف على نفسك، ولما يبقى معاك ثمنك يعطوه لي. فيبدو أن هذه الغلام وهذه الجارية طمعا في أن يخرجا دون أن يعطيها شيئا فقتلاها. فإذا القصد هنا والشاهد من القصة أن حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شمل الرجال والنساء جميعا. إذا هذا هو جمع القرآن بالمعنى الأول اللي هو معنى إيه؟ حفظ القرآن أو جمع القرآن في الصدور. حفظ القرآن في الصدور خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن، وحفظه الصحابة، وحفظه الصحابيات رضي الله عنهم، وكان عددهم كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يطمئن القلب إلى أن القرآن سينقل بالتواتر بعد ذلك. المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن جمع القرآن بمعنى الكتابة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.